بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي، تبدو متعبا كثيرا، لقد أحضرت اللبن، تفضل. سلمت يا سليحان. بسم الله الرحمن الرحيم. تورغوت، وصلنا إلى هنا حديثاً. تنظيم أنفسنا هنا أخذ منا وقتاً كثيراً. كنت أقول أن نستشير سيدنا ونجعله يتراجع عن الهجرة. أصليان، تحدثنا في هذا الموضوع وقد انتهينا منه، والقرار اتخذ. أنا أحاول الحفاظ على سلامة قبيلتنا. لماذا لا تفهم؟ السيد أرطغرل بقي وحيداً بعد موت السلطان، والأمير سعد الدين بات قوياً، ولن نستطيع مواجهته. أتظن أنك ستقرر مصير القبيلة وحدك؟ أصليهان، لا تتجاوزي حدك. كم مرة سأوضح لك هذه المسألة؟ تورغوت، نحن نحيا هنا مطمئنون، نعيش في سعادة ورخاء الآن. أما في سوغوت فسنكون فوق الأشواك دائماً. لماذا لا تدرك هذا الأمر؟ وقد تشاورت مع السادة كلهم، هم أيضاً لا يريدون الهجرة إلى سوغوت. ألم أنبهك ألا تتدخلي بأمور القبيلة وتتشاوري مع السادة؟ كيف تدهسين كلامي؟ وهل من حدك التشاور مع السادة؟ تورغوت، أنا كنت سيدة هذه القبيلة، لم أقصر في احترامك لأنك زوجي، لكن لكل شيء حدود وحد، وأنت قد تجاوزت هذا الحد. هذا يكفي يا أصليان، هذا يكفي. تورغوت، لماذا لا تفهمني؟ سعد الدين لن يتركك، لا أنت ولا السيد أرطغرل، وأنا أحاول حمايتكما. قلت قبيلتك يا أصليان، لكنها قبيلتي أيضاً. إن اضطر الأمر لحمايتها أنا أحميها، أنا. ثم إن حمايتنا من غدر الأمير سعد الدين هي وظيفتي وليست وظيفتك أنت. اعرفي حدودك يا أصليان، هذه المسألة أغلقت هنا.